مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، قبائل بني بهلول تسيطر على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية جنوب العاصمة صنعاء. انطلاق أكبر تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين واشنطن وسول بعد أيام على تجربة بيونغ يانغ لأقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات. الأمم المتحدة تحاول إجلاء بعض موظفيها من اليمن على إثر الاشتباكات التي دخلت يومها الرابع والتي أسفرت عن قتل العشرات. في أخبارنا المنوعة، تقارير تشير إلى تراجع نشاط بركان جبل أوغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية. سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين يقفز إلى 11800 دولار في تعاملات في أعلى مستوى سعري لها على الإطلاق. علماء ينجحون في ابتكار أول قلب صناعي نابض من السيليكون يحاكي القلب الطبيعي للبشر بصورة كبيرة.